قرار تركي اليوم أعلنه وزير الطاقة التركي فاتح دونماز مشاهدينا عن رفع قدرة خط تاناب لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر الأناضول من 16 مليار إلى 32 مليار متر مكعب، أي الضعف، ضعف الكمية. وهذا خبر أيضا مهم سنناقشه معكم مشاهدينا. أعود وأرحب بضيفينا هنا في الاستديو الأستاذ جمال قرصلي، وعبر سكايب من أبوظبي الأستاذ فيتالي فديان. هل من عنوان مناسب أستاذ جمال لكل هذه التطورات؟ والله بتقديرك العالم يتخبط، وبوتين يثبت كل يوم بأنه زعيم فاشل وهو مجرم حرب، وهذا سيثبته التاريخ لنا. من فشل إلى فشل، من فشل إلى فشل، ومن حفرة إلى أخرى، ومهما عمل حقا يعني يثبت كل يوم أنه فشله، والعالم كان مغرور فيه بأنه هو ربما كان، ولكن حقا ما عمل خطوة إلى هذا اليوم نجحت، كل ما قام به هو فاشل من الألف إلى الياء. طيب أذهب إلى أبو ظبي أيضا وأسأل أستاذ فيتالي فديان. أستاذ فيتالي، ما هو حديث الساعة في كييف اليوم؟ حديث الساعة في أوكرانيا اليوم الضربات الإرهابية الروسية على المدن الأوكرانية وخاصة في زاباروجيا. أعتقد أنكم سمعت هذا الخبر أن روسيا اليوم ضربت بسبعة صواريخ خلال الليل الناس النائمين بالسلام في منازلهم في زاباروجيا، وفي النهار يعني خلال النهار كانت هذه الضربات مستمرة. إذن يواصل الروس ضرب المدنيين يعني خاصة وعمدا لنشر الخوف، وطبعا يعني نحن لازم نسوي كل شيء ما بوسعنا لوقف هذا الإرهاب الروسي بقوة سلاح والعقوبات. أستاذ فيتالي، هذه السياسة الروسية هل يمكن أن تؤدي إلى تفجير المحطة النووية زاباروجيا؟ طبعا ونحن يعني كل يوم يعني نقول ان الطريقة الوحيدة لتأمين الامن محطة زاباروجيا النووية انهاء احتلال هذه المحطة، يعني طرد العسكريين الروس من هذه المحطة، لان هذه المحطة يجب ان تكون منطقة منزوعة من السلاح. ولكن نحن والمجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية كمان طلبت، ولكن روسيا تجاهلت كل هذه الدعوات وتبقى في هذه المحطة، ويعني حتى تلغم هذه المحطة. يعني نحن يعني نعرف يعني بالضبط أنها لغمت المفاعل الأول والمفاعل الثاني ووضعت الأسلحة على الأرض هذه المحطة، يعني تسوي كل شيء لتعريض هذه المحطة للخطر. هذه مصيبة حقيقة وكارثة، تحدثنا عنها سابقا الأستاذ جمال، وربما الأسلوب الروسي أشرنا إليه في حلقة الأمس أنه يرتكب الجريمة إذا بدك، أو يقوم بعدوان، حتى في سوريا كان يتبع هذا الأسلوب، ثم يتهم عدوه أو خصمه. ماذا لو فعل ذلك مع محطة زاباروجيا رغم مرسوم الاستحواذ عليها من قبل بوتين اليوم؟ هل هذا السيناريو وارد، تفجير المحطة ثم اتهام الجانب الأوكراني؟ هذا ليس بعيدا حقا، هو مستعد أن يعمل كل شيء، هم يعملوا دائما الهروب إلى الأمام، هو العمل كما يقال يقتل القتيل ويمشي في جنازته، فهذا معروف عنه. وحقا هو يلعب بالنار، لأن محطة زاباروجيا هي ليس شيء صغير، بينما إذا انفجرت فإنه حقا سيكون كارثة على العالم كله، وخاصة المناطق الجوار، وهذا سيؤثر على كل إنسان في العالم. نحن نعرف ما عانيناه من تشيرنوبيل أثناء انفجار تشيرنوبيل أو ما حصل في تشيرنوبيل، إلى هذا اليوم كثير من الناس يعانون. فإذا هو حقا يلعب بالنار، وهذا نوع تحدي لمشاعر العالم. يعني اليوم رائد موجود في كييف، مدير الطاقة الدولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك، من أجل هذا الموضوع. حقا مثل ما قال السيد فيتالي، يجب أن تكون هذه منطقة آمنة، يجب أن تبتعد عن المناوشات، ولكن هو يأتي ويحتلها بالدرجة الأولى،
وحتى اعتقل مديرها، يعني مديرها تم اعتقاله، والآن الطاقم الذي كان يدير هذه المحطة الآن هو تحت يعني معتقل لدى السلطات الروسية، ويحول الطاقم مباشرة إلى شبه جزيرة قرم. معروف أنه هو يأتي باحثا عن الثروات، يقول إن أبقينا المحطة بهذا الشكل بأنكم ستستفيدون من الطاقة ونحن نأخذ الطاقة، فهو يأتي لكي يسرق وينهب البلد. ونحن أنا أعرفه كسوري الأصل، أعرف ماذا عمل بسوريا. حقا كلما كان يدعي بأنه يحارب الإرهاب وكان يضرب فقط البنية التحتية، يضرب المخابز، يضرب المستشفيات، يضرب الناس الآمنين في البيوت ويدعي أنه يحارب الإرهاب، فإذا هذا أسلوبه تعودنا عليه. وللأسف العالم سكت في ذلك التاريخ، سكت في سوريا وسكت في جورجيا وسكت في القرم، ووصلنا إلى هذه النقطة. وكان العالم من ذلك التاريخ أعطاه درسا لما تماطل بوتين إلى هذا الحد.